جايز، شلونكم؟ شخباركم؟ وايد متحمسة حق فيديو اليوم، لأن الفيديو اليوم راح يكون ماي بيرثدي أنبوكسينج. شهر 2 هو شهر عيد ميلادي، عيد ميلادي 13/2 قبل فالنتاينز داي بيوم، بس شوي أخرنا عشان نية بي عشان نحتفل فيه وأتسوق ويب كل الأشياء اللي خاطر فيها وعشان أسوي لكم هذا الفيديو. فحاليا احنا موجودين بنيكي بيتش، واحد من اكثر الفنادق، يمكن هو اكثر فندق انا احبه بالدي، ووايد احب اسوي فيديوهات بالبلكونه مالته، تدرون هالشيء اذا كنتوا تتابعوني من قبل. فيا هذا راح يكون اول فيديو من هالنوع، لان انا بلشت باليوتيوب شهر 3 فكان طايف عيد ميلادي، فهس يعني الحين شهر 2 هذا 22 راح يكون اول فيديو افتح فيه الاشياء اللي شريتها حق عيد ميلادي. فيا خلنا نبدي. ما ادري ابدي بشنو، وايد في اشياء يعني متشوقة عليها. في شغلة فتحتها لان لبستها بس بديت حطيتها عشان اصورها حقكم يعني. اوكي سو راح ابدي بالكيس اللي ورا لانه خايفة انه يطيح. اوكي سو نبطل اول بوكس. حيل مستانسة لان الاشياء اللي ابيها اساسا هي كانت بالوش ليست مالتي، بلس شريتهم حق عيد ميلادي وحصلتهم بدون اي تعب ولويا، كانوا موجودين بالبوتيك فدشيت وخذيت على طول، فهو وايد كنت مستانسه. وايد حلو ووايد جديد، توه نازل ووايد عجبتني الالوان، لونه وايد صيفي وحلو انه فيه لونين. هذا اللون، هذا نفس جنطتي الشانيل اللي شريتها السنه اللي طافت، فيا راح يصير وايد حلو معها هاللون وفي اللون الاصفر، فوايد حبيته. فهذا اول شيء خذيته، خليني اصور لكم اياهم اثنينهم يم بعض. وايد حلو بنات، اللون جديد ولون صيفي ونس وكذي، ف اتمنى لان الحين ماكو شمس فاتمنى ان الاضاءه تكون زينه وما ما يظلم الالوان. فهذا اول شيء خذيته. ثاني شيء هو هذا اللي فتحته، حلو حق بحر، هو ربر. شوفوا انا كان في اثنين ابيهم حق البحر، هذا اللون الاسود وفي لون ثاني اللون التيفاني، وايد لونه حلو بس ما حصلته صراحه، فخذيت الاسود وايد حلو. وتقدرون بعد بنات مو بس تلبسونه مع مايو، حتى بعد مع لما يكون درس وبتنزلين حق الريوق او بتمشين كذي بالفندق، فوايد شكله حلو، عرفتوا يعني يصلح بعد، مو شرط انك بس تخلينا حق البحر. فيا ثاني شيء من ميو ميو، يلا بطل. الدست باج مالهم يهبل، ستن لونه وردي وايد حلو، كذي صاير الدست باج مالهم اللي فيه مكتوب ميو ميو، وصلحوا لي اياه بعد، كسروا لي اياه، عرفتوا الحين هو شنو؟ إذا قاعد تتابعوني بالسناب أكيد راح تكونون عرفتوا شنو لأن صورته بالسناب. فيا هذا هو البنطلون، ترى هو كلاسيك بس وايد صعب انه يتحصل، دائما يكون سولد اوت، فلما لقيته وايد استانست فقايسته وكان شوي طويل فخليتهم يقصونه. بس هذا هو وايد 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 حلو باللبس.
يوتيوب. وش حالاتها؟ تشود. هذه اللي هي البوم بوم باك، وايد احبها، اكثر جنطه احبها في جيمي تشو. خذيت السوداء تذكرونها اللي كانت شي فيها اشياء نازله، الحين خذيت الفوشيا، وايد حلو، والهاندل مالها كذي كذي صاير في كريستالات، وايد حلوه، واللون وايد 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 حلو، اتمنى يكون مبين. طبعا هذه تقدرين تمسكينها شي بالتشين، او تبين تدخلينها داخل هم يصير، بس وايد حلوه تشوق. اوكي، وثاني شيء هم من جيمي تشو، شنو تتوقعون؟ يعني انتم شفتوا الحين هذه، فشنو تتوقعون فيني؟ يلا فكروا، كتبوا بالكومنت على ما عدل شعري. طبعا شعري مبلل وتوني جاية كنت قاعدة اسوي تان، ف هبل حق الجنطة، وايد وناسة، وبصراحة I can't wait عشان ألبسهم، وايد حلوين. هذا الشيل بابيونة من ورا، والثاني البابيونة شي من قدام، فيا وايد حبته، هو هم منستن حيل مستانسة، ولأن جوات جيمي تشو وايد مريحين، فيا فصار عندي الست الأسود والحين الست الفوشيا، وايد حلوين. اوكي، اللي بعده لوي، ليش مستانسه؟ لان الاشياء هذه كلها كانت بالوش ليست مالتي، فحيل فرحانه ان انا شريتهم صراحه. فيا هذا الدست باج، نايس. الجاكيت لون من قدام غير، ومن ورا اللون غير، من ورا اطول من قدام، عرفتوا؟ فوايد وايد يونس، والبوكيت فوق مو تحت، خامته حلوه، ان الجاكيت خفيف فيلبس هالفتره، وحتى بالصيف تقدرين تلبسينه، وايد يشوق باللبس بنات. راح احاول اطلع لكم فيديو لما كنت قاعده قايسه، انا شفته بالكويت هليكوبتر. اوكي، انا قايسته بالكويت، بس بالكويت ما كان عندهم اكياس، كان بس اكياس 38، ولان هذا وايد اوفر سايز، فكنت لازم اخذ اكياس 34، فحصلته هني بدبي. انا هذا اللي احبه بالسوق هني بدبي، ان تحصلين السايزات، تحصلين كل شيء جديد متوفر، كل البضاعه النيو كولكشن تكون موجوده، فما يصير نفس عندنا بالكويت يبون كميه صغيره و ما نحصل. فحصلته، خذيته، وايد مستانسة فيه. والشغلة الثانية اللي خذيتها بعد هذه، عاد هذا الحين سو ان وايد هابين فيه، فوايد مستانسة اني حصلته، وحصلت اللون اللي انا ابي.
طريقكم من هنا؟ هذه جنطة كذي صايرة. بس شلون طريقتها؟ فيها ستراب تقدرين تعلقينها الستراب، بس هي ريست باج، يعني تركب كذي. عرفتوا؟ فوايد حلوة الحين الرست باج، وايد حابين فيهم. فندي منزل، وحتى هذه أغلى من الفندي، وبنزلين ألوان، في أصفر، في أخضر. أنا الخضرة حبيتها. وتركب، تقدرون تمسكونها بعد طريقة ثانية، تقدرين تمسكينها كذي، وبعد تقدرين تسوينها كذي. عرفتوا؟ فوايد ستايل، وايد حلوة. وهذول الحدايد وايد كبار، فتشوق حيل. بس طبعا انا اكيد راح البسها عليه كذي على ايدي. وايد وايد حلوه، وايد حبيتها. واللون عجيب، وايد لونها حلو. اوكي، اللي بعده بوتيجا. شفت عيد ميلادي هذه، ها؟ مو كل مرة كذي. اوكي، ليش تجي بوضي؟ غريب القوطي مالهم، مع ان هذا من بلومنجيلز ماخذته. شيء خلينا نتكلم على الدست باك اللي ينن ولونه ينن، وهذا اللون الجديد مالهم، وهذا عموما اللون راح يكون هالسنة راح نشوفه وايد، فوايد حلو. يعني اقدر اخذ هذه حق البحر، عرفتوا؟ فاكيد عرفتوا شنو اللي داخل. شوفوا هذا من رحت امريكا وانا عرفت اللي اشوفه، بس فيني يصير فيني اخذ الاخضر ولا هذا، اخذ الاخضر ولا هذا، بس لان عيني ماخذه على الاخضر اكثر، احس انه كنت لازم اخضر، لان بوتيجا اخضر، لانه ما ادري شنو، بس هو لا، يعني حسيت انه اشوى، ما تسرعت وخذيت الاخضر، عادي ممكن بعدين رد شريته، بس احس انه اخذ اللون الجديد لانه هو لون السنه احلى، عرفته؟ يعني ما كنت ابي اخذ الاخضر لانه وايد انتشر والكل لبسه، هذا للحين ما شفناه وايد بالسوشيال ميديا، عرفته؟ فيا بس عاده انا قياسي 37، بس بهذا 36. إذا تبون تاخذون اخذوا قياس واحد اصغر. هذا هو ساير كذي فوطه. فيا وايد حلوين حق البحر، وعلى فكره هذا تقدرون تلبسونه حق وايد اماكن، يعني مو شرط بحر، عادي مع جينز، عادي يعني عادي اروح في المطار، لانه وايد مريح ووايد حلو وما يعور، وحق صالون، حق طلعات سريعه، يعني كل مكان ما عدا الدوام، اكيد ما راح البسه بدوام يعني، بس انه احس راح يكون لما اي اسافر اكيد دائما راح احطه بجنطتي معي. وانا بنات احب لما اشتري شيء يعني احلله، ابي لما اشتري يكون كل شيء اقدر البسه باي مكان، ابي اشياء اكون وايد احبها، مو بس اني اشتري شيء جديد، احب اشتري شيء يكون وايد احبه وعادي اعيده، عرفتوا؟ يعني خلاص بسوي الجنطه ادري شنو باخذ، الجناط اللي احبها، راح اخذ النعل اللي احبهم، الجينز اللي احبه، فيعني عادي ان شاء الله يتكرر 60,000 مره، اهم عادي، المهم ان انا اكون وايد حابته وفرحانه فيه، ولما البسه اكون شي مستانسه، احس اني حلوه، عرفتوا؟ فيا اخر شيء من برادا. الحين شوفوا الاشياء حق البحر وحق الصيف تبدي تنزل الحين، بس اذا نطرتوا وما شريتوا على طول
ما يتحصلون بعدين. فدائما كذي على تقريبا نص الصيف يعني يبدي تشترون الاشياء، مثلا بشهر 8 نشتري الجاكيتات والكوتات حق الشتاء، لانه راح اذا ما شريناهم يخلصون. والحين بهالفتره يعني شهر 2 شهر 3 لازم تشترين اشياء الصيف، لانه اذا صار شهر 5 ولا شهر 6 ما راح تحصلونهم. ف كان موجود دبي مول، ها هليكوبتر، يلا نشرب قهوه على ما تقول. كنت وايد مستانسة لأن كل شيء كان موجود، كل الأنواع اللي تبونها، الباكيت هاتس كل الألوان، جنات البحر، كل شيء كل شيء، هذول الأشياء البلينج بلينج والكريستالات والأشياء اللي كلها كانت موجودة. فكان وايد يحير، ما أدري شنو أنقي صراحة. ترى شذي صايرة وايد حلوة، تمشي مع وايد أشياء ما راح توهقون فيها، بس ما ادري ما راح اقدر اجربها لان لا بلا هيا. هذه سايز ميديوم، انا عاده البس سمول بس هذه خذيتها شوي اكبر، حسيت انه احلى ان تكون شوي وسيعه يعني، عرفتوا؟ مع انه حتى السمول ممكن اوكي بعد، بس ما ادري حسيت هذه احلى شوي تكون واسعه. ما ادري احس حلوه شي حق صور وحركات وتنكر ممكن. استانست وايد اني حصلتها لان القياسات كانت قاعد تخلص بسرعه، يمكن هذه اخر حبه خذيتها ميديوم بالبوب اب اللي موجود، كل الباقي كانوا لارج. بس في انواع ثانيه، بس انا هذه اكثر واحده حبيتها حق البحر، واحسها كلاسيك وما راح تصير قديمه، وراح اقدر استخدمها مع وايد هدوم، يعني حتى مع تيشرت ابيض وجينز مع هذا النعال وهذا، وعادي طالع شيء سريع سريع، وايد راح يهمني يكون الشكل حلو وراح يكون ستايل. عقب ما صورت الفيديو كان اكتشف اني ما صورت لكم اهم شيء، كنت نسيته لان حاطته بالتجوري، تخيلوا ما شفت الكيس نسيته. بس يلا الحين راح ادخله بالفيديو. شريت بعد هذا، خل اراويكم شنو داخل. اوكي ترى هذه ترشيه، طبعا هي حبه واحده بس وايد حلوه باللبس، خل اراويكم شلون طريقتها. لحظه تكون كذي، شوفوا هي طويلة، فتصير يعني تدخل بالأذن وتصير من فوق لتحت. إذا حصلت لها صورة راح أحاول أحطها عشان تشوفون، بس وايد وايد حلوة. طبعا روز جولد، أنا وايد أحب الروز جولد سبيشلي مع المسيكة، لأنه يصير بينك، عرفتوا؟ مو روز، يصير بينك جولد. فيا الحين مستانسة فيها بعد. وبعد عندنا من ميساما، حصلتهم موجودين ببلومنديلز فخذيت منهم. ما عندهم تشكيله كبيره للاسف، عندهم اشياء وايد شويه وايد شويه، ترى هذا عندنا بالكويت يعني انه شويه يعني الكوليكشن صغير يعني، عرفتوا؟ بس لقيت شيء انا كنت ابيه اللي هم هذول التراتشي، اصور لكم اياهم من قريب. هذول التراتشي سايرين على نجوم، على نجمة، بس النجمة مفتوحة، فلما تلبسونها لحظة أيوة كذي، فلما تلبسونها تصير كذي يعني على الجنب، عرفتوا؟ فيا خذيت هذه واستانست إن لقيتها. فيا هذه كانت ميسوما، هذه الأغراض اللي شريتهم، أتمنى تكون عجبتكم مثل ما عجبتني، وقولوا لي شنو أكثر شيء حبيتوه، يعني أتوقع أن راح تقولون الجيمي تشو، لأن لما كنت مصورة الأنبوكسينج مال الست الأسود الكل كان معلق أن هذا وايد حلو، أنتم مستانسين على وناستي، فيا عشان كذا أحبكم وايد، فقولوا لي شنو حبيته وكتبوا لي بالكومنت، وبعد شنو؟ إذا لقيت حصلت لينكات حق الأشياء اللي شريتها بحط لكم عشان إذا تبي تطلبون منهم يعني.
وشنو بعد لا تنسون تسوون لي سبسكرايب على القناة، لأن يا جماعة we should be friends، ما يصير تشوفون بدون ما تسوون سبسكرايب، صح ولا لا؟ ولا تنسون تشغلون الجرس أو البل عشان يوصلكم notification إن نزل فيديو جديد، فما يطوفكم أي فيديو من فيديوهاتي. لا تنسون بعد تسوون فولو بالإنستغرام عشان تشوفون كل الأشياء واللوكات اللي قاعدة أسويها وشلون ألبسهم وكذي، وأسوي بعد منشن حق كل شيء وقاعدة أحطهم بالهايلايت وكذي. فيا سووا لي فولو بعد هناك، وبس والله أحبكم وايد، وإن شاء الله أشوفكم بالفيديو الجاي، ويلا باي.